Sıradaki konuşma gene Calsa'nın önemi ve gayeleri hakkında Sayın Tahir Nadim Murabbiye Silsila. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولا أهنئكم على جلستكم هذه وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يحقق دعوات أمير المؤمنين التي سمعتموها في خطابه لكم وبعد ذلك بما أننا نبدأ اليوم هذه الجلسة فلا بد أن نذكر أنفسنا ما هو الغرض الحقيقي من عقد مثل هذه الجلسات وينبغي أن تبقى هذه الأمور أمام أعيننا لكي نركز الاهتمام للاستفادة أكثر فأكثر من مثل هذه الجلسات فأذكر بعض الكتابات من كلام المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام التي تخص الجلسة يقول سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام لا تحسبوا هذا الاجتماع كاجتماعات عادية إنما هو أمر قد أسس قد أسس على مهد تأييد الحق وإلاء كلمة الإسلام إن الله تعالى بيده قد وضع اللبنة الأساسية لهذه الجماعة وأعد لها أقواما سوف تنضم إليها قريبا يذكرني هذا المقتبس أن سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام قال مرة والإخوة المبايعين كانوا يجلسون أمامه فقال كل واحد منكم يمثل آية على صدقي لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أخبره بأن الناس يأتون إليه من كل فج عميق وأخبره بأنه سوف يبلغ دعوته إلى أقصى أطراف الأرضين فكل من أتى إليه استجاب لهذه الدعوة فلا بد أن يكون آية على صدق المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام وعلى صدق ما قال فلأجل ذلك عندما يقول المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام بأن الله أخبرني بأنه قد أعد أقواما سوف تنضم إلى هذه الجماعة قريبا فها هذه الأقوام بعضها أمام عيني منها العرب ومنها الأتراك فأنتم تحققون نبوة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام وأنتم على آية على صدق ما قاله المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام لأنه لو لم يكن هذا الكلام من الله لما تحقق لو كان كاذبا والعياذ بالله لكان ينبغي أن لا يتحقق البتة ولكن إذا جاءت هذه الأقوام وانضمت إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية فمعنى ذلك ما قاله كان صحيحا وكان من الله عز وجل ولكن هل يكفي الانضمام كلا بل وضع المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام بناء على إرشاد من الله خطة كاملة للتربية والارتقاء الروحاني ولا بد من تحقيقه لتحقيق العلاقة الروحية مع إمام الزمان فالجلسة السنوية من أهم ركائز التربية والرقي والروحاني لنرى ماذا كان يهدف المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام من تأسيس الجلسة قال المسيح الموعود عليه السلام وهو يذكر أهداف الجلسة يقول الجزء الأكبر منها تتعلق بالتحاب والتواضع بين أفراد الجماعة هذا ملخص لما قاله المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام
ويقول الجزء الأكبر من هذه التعليمات والأهداف تتعلق بالتحاب والتواد بين أفراد الجماعة وبنشوء روح الأخوة بينهم وبالرقي الروحاني. يعني هذه الأمور يجب أن نعددها على الأصابع لكي نجهلها أمام عيوننا دائما. وقال المسيح الموعود السلام: الغرض والهدف الحقيقي من هذه الجلسة هو أن يحدث أبناء الجماعة في نفوسهم باللقاءات المتكررة تغييرا حتى تميل قلوبهم إلى الآخرة ميلا كاملا وتنشأ فيها خشية الله، وأن يكونوا أسوة حسنة للآخرين في الزهد والتقوى وخشية الله والورع ورقة القلب والحب المتبادل والأخوة، وأن ينشأ فيهم التواضع والانكسار والصدق وليتحمسوا للمهمات الدينية. كان المسيح الموعود عليه السلام يريد أن تنشأ هذه الأخلاق والقيم والميزات في الإخوة بعد الجلسة. يعني كل من حضر في الجلسة لابد أن يكون مفعما ومليا بهذه الصفات أو مفعما بالعزيمة على أنه سوف يعمل عليها، وإلا بدون ذلك لا هدف من وراء عقد مثل هذه الجلسات. فلما رأى المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام في إحدى الجلسات أن هذا الأمر لم يتحقق ألغى الجلسة، وهذا كان في 1893، وذكر سبب إلغائها فقال: لم يلاحظ هذا التأثير بعد الجلسة الأولى، بل تناهت إلي بعض الشكاوى في أيام الجلسة بالذات أن بعضهم يشتكون من سوء خلق بعض إخوتهم، وأن بعضهم يبدون في هذا الجمع في هذا الحشد سوء الخلق مع الآخرين من أجل راحة أنفسهم. يعني هم يؤثرون راحة أنفسهم على راحة الآخرين، فما لم يخلق الله بفضله الخاص شيئا من الرفق واللين والمواساة وعاطفة الخدمة وتحمل المشقة في أفراد الجماعة، لا يبدو عقد الجلسة من الحكمة في شيء. وما لم يتحقق ذلك، وما لم تشهد التجربة أن هذه الفائدة الدينية حاصلة من الجلسة وهذا هو تأثيرها على سلوك الناس وأخلاقهم، فإن عقدها بعد العلم أنها لا تؤدي إلى تلك النتائج ليس عبثا فقط، بل معصية وضلال وبدعة شنيعة. يعني كم هي كلمات قاسية إن لم نحقق هذه الأمور التي ذكرها سيدنا المسيح الموعود السلام. فبناء على تعليمات أمير المؤمنين أقول ينبغي التركيز في هذه الأيام، يعني في اليوم وغدا أيام الجلسة، على العبادات والخشوع في الصلوات وتحسين الحالة الروحانية والسعي لتحقيق الرقي في الدين، وألا نشكو من أي شيء هنا، ويجب تجنب سوء الخلق وسوء الكلام، ويجب إيثار راحة الإخوة على راحة أنفسنا، ويجب إبداء الحب والمودة للآخرين والتخلي عن جميع أنواع الأحقاد والضغائن، ويجب إنهاء الخصومات إذا كانت، وتطهير القلوب وبداية صفحة جديدة بهذه المناسبة الطيبة لنرث أدعية المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. وهذا من أهم الأهداف لهذا اللقاء السنوي. وأنا في نهاية هذه الكلمة الوجيزة أقدم بعض النصائح للمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، حيث يقول: الحق والحق أقول، لا يؤمن أحدكم ما لم يؤثر راحة أخيه على راحة نفسه قدر الاستطاعة. إذا كان أخ لي ينام على الأرض على ضعفه ومرضه، وأنا أستأثر بالسرير لكي لا يستلقي هو عليه، مع أنني أرفل في ثوب العافية والصحة، فحالتي مؤسفة جدا. إذا لم أنهض ولم أقدم له سريري بدافع الحب والمواساة، ولم أوثر لنفسي الأرض فراشا، فحالتي تبعث على الرثاء. وإذا كان أخي مريضا ويعاني من الآلام، وبقيت نائما نوما هانيا، ولم أبذل جهدي لتوفير الراحة والسلوان له، فحالتي مؤسفة. وإن
احد من اخواني في الدين شدد علي في الكلام مدفوعا بثوائره النفسيه ورددت عليه بالمثل متعمدا فعلى حالتي الاسف يجب ان اصبر على كلامه القاسي وعدو له في صلواتي بكل تضرع وابتهال لانه اخي وهو مريض روحانيا واذا كان اخي مغفلا او جاهلا او اخطا بسبب سذاجته فلا يليق بي ان استهزئ به او احتضمه او التمس عيوبه بسوء النيه لان هذه كلها سبل الهلاك لا يؤمن احدكم ايمانا حقيقيا ما لم يكن قلبه لينا وما لم يعتبر نفسه احقر من الجميع وما لم يزل عنه كل نوع من الشعور بالمشيخه والكبرياء وكون المرء خادم القوم دليل على انه مخدوم القوم والرفق في الكلام مع الفقراء والمساكين والتواضع معهم علامه على انه مقبول في حضره الله ودفع السيئه بالتي هي احسن من علامات السعاده وكظم الغيظ وتجرع مراره الكلام شجاعه كبيره يا ايها الغافلون فكروا جيدا ان الحصول على النجاه مستحيل دون الطهاره الايمانيه والاخلاقيه والعمليه ثم يقول حضرته مالي ولهؤلاء الذين لا يحملون انفسهم الاوامر الدينيه بصدق القلب ولا يضعون عناقهم تحت نير رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدق التويه ولا يختارون الصدق ولا يريدون ان يتبرؤوا من عادات الفسق ولا يتركون مجالس السخريه والاستهزاء ولا يتخلون عن افكار قذره ولا يلبسون حلة الإنسانية والأدب والصبر واللين طوبى للذين يحسبون أنفسهم أذل وأصغر من الجميع ويتكلمون باستحياء ويكرمون الفقراء والمساكين ويعظمون الضعفاء ولا يستهزئون شرا واستكبارا ويذكرون ربهم الكريم ويمشون على الأرض هونا فأكرر وأقول بأنهم الذين أعدت لهم النجاة يعني بعد أن نحقق كل هذه الأمور ثم يقول أما الذي لم يخرج في هذه الدنيا من جحيم الشر والكبر والعجب والاستكبار وعبادة الدنيا والجشع والسيئات فلن يخرج منها في الآخرة أيضا لابد العمل من هذه الدنيا وهناك بعض الناس وهذه فكرة اخترتها خصيصا لهذا الغرض لكي ننتبه خاصة في أيام الجلسة وإذا كانت لدينا من شوائب بعض الآثام ينبغي أن نتخلى عنها يقول هناك بعض الناس يقولون نحن مذنبون وآثمون فكيف يستجاب دعاؤنا ينصحهم المسيح الموعود عليه السلام فيقول لا تظنوا أننا مذنبون وآثمون فكيف يستجاب دعاؤنا الإنسان يخطئ ولكنه بالدعاء يغلب نفسه ويتوهى لأن الله تعالى أودع فطرته هذه القوة أن يغلب نفسه ويضرب المثال كيف انظروا كيف أودع الله سبحانه وتعالى فطرة الماء أن يخمد النار مهما كان ساخنا مهما كان الماء ساخنا إذا ألقي على النار يخمدها لو صب الماء على النار فإنه يخمدها حتى ولو كان ساخنا كالنار فكما أنه أوضعت البرودة في فطرة الماء كذلك الطهارة في فطرة الإنسان قد أوضعت لقد أودع الله سبحانه وتعالى فطرة الإنسان مادة الطهارة فلا تقلقوا إذا تلوثتم بالإثم لأن الإثم مثل الوسخ الذي يكون على الثوب ويمكن إزالته فمهما كانت تبعيكم تحت ثوائر النفس وجذباتها لأنكم حتى في هذه الحالة إذا دعوتم الله بالتضرع وابتهال فلن يضيعكم الله إنه حليم وهو الغفور الرحيم ثم يقول وماذا أفعل ومن أين آتي بكلمات
تؤثر في قلوب هؤلاء القوم. أدعو الله تعالى وسأواظب عليه إلى أنفاسي الأخيرة أن يطهر قلوب أبناء جماعتي ويمد إليهم يد رحمته ويصرف قلوبهم إليه وينزع منها كل أنواع الشر والحقد ويهبهم الحب المتبادل الصادق. وإنني على يقين أن دعائي هذا سيستجاب يوما بإذن الله وأن الله لن يضيع أعطيتي. ونحن ندعو ألا نخيب هذا الظن وأن نحقق هذه الأدعية. وفقنا الله سبحانه وتعالى للتقيد بهذه التعليمات أثناء الجلسة وتنفيذها في حياتنا لنرث هذه الأدعية للمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام التي دعا بها للمشاركين في هذه الجلسة وللمنضمين إلى جماعته. آمين. جزاكم الله. Türkçe özeti Doktor Celal Şam Sahip. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Allame Tahir Nedim Sahib bu celsenin mübarek olduğunu söyledi. Allah-u Teala mübarek eylesin ve dua ediyorum dedi. Allah-u Teala Hazreti Emir-i Mümininin ettiği bütün duaları kabul buyursun ki o kendi mesajında dualarda bulunmuştu. Ben de dua ediyorum Allah-u Teala bütün o duaları bizim hakkımızda da kabul etsin. Sonra bu celsenin gayeleri nedir? Onların hepsini bizim gözlerimizin önünde bulundurmamız lazım. Bu içtima, bu toplantı genel bir sıradan bir toplantı değildir. Bu toplantının gayesi ilahi kelimetul İslam'dır. İslamiyet'in mesajını yükseltmek. Bu gayeyle bu içtima yapılmaktadır, bu toplantı yapılmaktadır. Ve ben de daha önce zikrettim, vaat edilen Mesih Aleyhisselam önceden gaybi haber vermişti. Allah-u Teala bunun için kavimleri hazırlamıştır ve zamanı gelince onlar buna iştirak edeceklerdir. Ve diyor ki biz görüyoruz Allah-u Teala'nın lütfuyla vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözü gerçekleşmiştir. Ve hepimiz onun bir ispatıyız. Sonra Allah-u Teala kendisine söz verdi. İnsanlar uzak yollardan sana geleceklerdir. يَاتُونَ مِنْ كُلِّ فَجِّنْ اَم۪يكِنْ Çok uzak yollardan size geleceklerdir. Ve biz görüyoruz ki dünyanın her yerinde nerede celsa yapılsa yapılırsın insanlar çok uzak yerlerden gelip o celsalara iştirak ederler. Bu da vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğunun bir delilidir. Sonra bu celsenin gayeleri nelerdir? İnsanlar arasında kardeşlik ve sevgi olmalı. Kendi nefislerimizi pak eyleyelim. Bütün pisliklerden ve kötü isteklerden ve kötü düşüncelerden bunu temizleyelim. Bu gaye için biz buraya geliyoruz. Zuhud ve takva bize nasip olsun. Allah korkusu bize nasip olsun. Ve aramızda kardeşlik bulunsun. Bu gaye ile bu celsalar yapılmaktadır. Biliyorsunuz bir celsada Kadiyan'da vaat edilen Mesih Aleyhisselam yahut genel olarak biz Hazreti Mesih-i Mevud Aleyhisselam diyoruz kızmıştı. Dedi ki ben görüyorum kardeşler arasında benim istediğim gibi kardeşlik yoktur. Kendi aralarında kavga ediyorlar. Bencillik vardır. Kendilerini üstün tutuyorlar ve kardeşlerini ne önem vermiyorlar. Kendi rahatlarını daha üstün tutuyorlar ve kardeşlerinin rahatına bakmıyorlar. Ve onun için benim kalbim kırıldı ve gelecek sene celsa yapılmayacaktır. Artık ben onu ortadan kaldırıyorum. Ve ondan sonra celsa yapılmadı. Sonra arkadaşlar rica ettiler ve tövbe istiğfar eylediler ve huzura yazdılar. Ve uzun zaman sonra kabul buyurdu ve tekrar bu celsa yapılmaya başladı. Bu celsada ibadet
ibadetlere, namaza dikkat buyurun. Namazlarınızda huşu olsun. Ayrıca din bilgilerinizi çoğaltmaya çalışın. Pisliklerden ve kötülüklerden içtinab edin. Kardeşlerinizin rahatını kendi rahatınızdan daha üstün tutun. Aranızda bir kavga varsa onu da hemen bitirmeye çalışın ki aramızda kesinlikle bir kin, bir nefret, bir düşmanlık baki kalmasın. Sonra son olarak Mesih Modül Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı nasihatlerini okumuştur ki tabii ki onu özet olarak söyleyebileceğim, yoksa onun kelimesel olarak tercüme yapmam mümkün değil. Kendi kardeşlerinizi kendi nefsinizden daha üstün tutun. Onu tercih edin. Ve her birimizin görevi şu olmalı: eğer kardeşimizde bir eksiklik görüyorsam ben onun için dua etmeliyim. Onunla istihza, yani alay etmemeliyim. Şu şöyledir, bu böyledir filan dememeliyim. Eğer birisinde bir eksiklik görüyor iseniz yüce Allah'a secdeye kapanarak dua edin içtenlikle. Ya Rabbi, beni ve benim kardeşimi ıslah et ki biz gerçekten mümin olalım ve takva sahibi olalım. Sonra dedi ki bizim kalplerimiz çok yumuşak olmalı. Çünkü hizmetçi olmak, başkasına hizmet etmek onu bir lider, bir önder haline getirir. Ve ahiretteki necat için kalplerimizin temiz olması şarttır. Eğer kalp temiz değil ise ahirette biz asla necata kavuşamayız. Sonra diyor ki her kim bu kötülüklerden uzak durmuyorsa ve onu temizlemeye çalışmıyorsa benim bu gibi kimselerle zerre kadar alakam yoktur. Ben onlardan uzağım ve onlar benden uzaktırlar. Her kim bu dünyadan içtinap etmezse ve kibirli olursa ahirette asla başarıya ulaşamaz. Tabii biz demeyiniz ki biz çok günahkarız, Allah-u Teala bizim dualarımızı nasıl kabul edecektir? Allah-u Teala dua kabul ediyor. Yeter ki siz içtenlikle dua edin. Çünkü dua bir su gibidir. Ateş varsa onu söndürmek için su lazım. Ve eğer sizin içinizde günah ateşi varsa onu söndürmek için de dua lazım. Dua ettiğiniz zaman Allah-u Teala sizin günah ateşlerinizi yok edecektir. Ve son olarak diyor ki ben ne yapayım? Nereden öyle kelimeler ben bulayım? Nereden getireyim ki sizin kalpleriniz üzerinde etkili olsun ve kalpleriniz değişsin? Ben nereden o kelimeleri bulayım ki sizin kalpleriniz üzerinde etki yapabilsin? Çok içtenlikle diyor ki benim canım istiyor ki sizin kalpleriniz tamamen Allah, Resul ve din ve nur ve takvaya yönelsin ve onu yapmak için ne yapayım ben? Nereden kelimeleri bulayım? Yalnız dua ediyorum Rabbime. Bu kadar ben onu özetleyebildim. Allah-u Teala hepimize bu celsanın bereketlerinden gerçek olarak istifade etmemizi bize nasip eylesin. Amin.